شاء الله. دكتور يعني شلون تجاوزت مثلا احاديث اللي والله مثلا اللي قال ابو بكر الصديق قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله يستحل القوم مثل الايه الحرى والحرير والمعازف ومن الناس من الايه يظل يعني عن سبيل الله يشتري له الحديث يظل عن سبيل الله، شلون تجاوزت هذه الايات والاحاديث اللي تحرم من الاغاني؟ طبعا انا يعني بشكل عام لما اتكلم مع واحد يعني قارئ يعني انا اقرا بالمواضيع هذه من اكثر من 15 يمكن 20 سنه، فذلك يعني بدون مبالغة لو قلت لك أني قاري ما لا يقل عن يعني 1000 فتوى ورأي في الموضوع هذا هم كذلك فيها تقليل يعني. وكل الأقوال هذه لها يعني لها ردود يعني كل موقف له موقف. يعني مزمار الشيطان في بيت رسول الله مثلا الحديث هذا طبعا صحيح البخاري والحديث نص يعني أن دخل إن كان هناك جاريتان يعني يدففان ويغنيان عند عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. وطبعا القصة معروف أنه كان لاف وجهه، ولاف وجهه معروفة لأنها دلالة على أنه هم بنات قاعدين يغنون مع عائشة رضي الله عنها، وهو لاف وجهه عن الموقف يعني كان. فدخل أبو بكر فقال مزمار في بيت الشيطان في بيت رسول الله، ورد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا صوبه يعني فقال لا يا أبو بكر خدعهم فهذا يوم عيد وكذا. فلذلك هنا أثبتت السنة عدم صحة كلام أبي بكر، لمن يستدل في الكلام هذا اللي يستدل في الكلام هذا يعني إنسان أصلا مخل الأدب. شلون؟ لأنه هو يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام أبي بكر، وهذا ما يجوز عندنا يعني. إحنا على الأقل في سندنا كسنة وكشيعة وكطوائف أخرى ما نقر المبدأ هذا. ولما دخل عمر كذلك نفس فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء في بيته جاريتان يغنيتان. أنا أقول حق واحد من المشايخ لما تكلم ورد برد عنيف شوي قلت له لو أنا كنت منك دعيت مغنيتين بيتنا يغنون حق أهلي، وهاي سنة مو معمول فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام عملها، فبالعيد أنت يجيب لك مغنيتين وخلهم يغنون في البيت وأنت تعمل بسنة مهجورة. وتريات والوتريات دخلت لاحقا في عصر الخلفاء، وذلك روى ابن طاهر المالكي الإجماع أهل المدينة على أنهم أجمعوا على حلية العود. يعني شوف أهل المدينة عند الإمام مالك يعتبر شرع، يعني إذا أجمع أهل المدينة على مسألة يعتبرها شرع، هذه ما عندي كتاب، عندي سنة، عندي إجماع أهل المدينة. كل الأقوال هذه يعني أفضل من كتب في المسائل هذه الشيخ عبد الله الجديع. أنا أقول ذلك هذا رجل محدث زكاه الشيخ الألباني وزكاه بقوته في الحديث. فالشيخ الجديع موجود بالإنترنت أي واحد يبي يروح يقرأ بحوثه وكذا، فكاتبها بالتفصيل وكل الأحاديث هذه ردها رأي الكراهة ولا لا حلية. فذلك حتى فتوى بعد بهالطريقة، هو ما يفتي مو شيخ بس هو محدث، محدث من الطراز الأول. إذا الشيخ الألباني كان يعني زكي يعني. فيقول الرجل يغني للرجل يجوز، الرجل يغني للمرأة يجوز، المرأة تغني للرجل يجوز، المرأة تغني للمرأة يجوز، لأن بالدلالات ما عندي مؤشرات في الحديث تحرم هذا الشيء. وياب كل الأدلة ورد على كل الأدلة. اللي عنده كلام يحاجج بالحجة، يعني اللي عنده حجة يأتي بالحجة، ما عندك حجة تتكلم بشيء ثاني وكذا تتكلم شيء ثاني، تتكلم بالفكر نتكلم بالفكر، تتكلم بالفلسفة. بس إذا أردت أن تتكلم بالحجة تكلم بالحجة. وأنا شخصيا ما أخذ فتاوى، يعني أنا شخصيا ما أخذ فتاوى من شيخ ولا أخذ فتاوى من عالم. يعني أنا أقرأ صار لي 20 سنة وعندي يعني ما عندي من ما قرأت، أروح أخذ أنا فتوى من شيخ؟ أنا ما استفتي شيخ، لكن يحق لي 95% من الناس أنهم يستفتون مشايخ ويتبعون كلامهم. أنا شخصيا ما أتبع، عندي كذا أعرف وأنا أطلع رأيي وأعرف وأنا كذا أرجح مسألتي وأعرف أسند لها. يعني هو لازم تعمل نوع من التوازن. ما هو كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من التوازن، ما قاعد أقول لك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين يغنون، جاريتين قاعدين يغنون في كذا، زي إذا فكيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت البقية كيف؟ يعني إذا كان في المدينة كيف؟ طيب زين في العراق كيف؟ لأنك أنت الحين تتكلم هي الجزيرة العربية مو الإسلام، الجزيرة العربية جزء يعني، لكن أنت من تخرج برا العراق تخرج الشام العلماء هناك شبه عادي عندهم. يعني لابن حزم إذا كان واحد يقول لي هذا شيخك ابن حزم وكيش، ابن حزم هذا شيخي، هذا شيخ الأمة، هذا الإمام ابن حزم هذا إمام مذهب خامس في الأمة، مذهب سادس في الأمة. فلين توصل إلى الأندلس ترى تقريبا شبه إجماع، الموضوع ما يناقشونه.